مشاهدي قناة الحقيقة، حياكم الله وبياكم في مقام أصحاب الكهف، في كهف أولياء الله عز وجل، في كهف الفتية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، في هذا المكان الذي طالما زرته ملائكة الرحمن، في هذا الكهف الذي حظي بعناية ربانية خاصة، ثم ارتضى المولى عز وجل هذا المكان سكنا لأوليائه وسمى سورة كاملة باسمهم، ألا وهي سورة الكهف. فهذا المكان الذي نقف فيه المكان المحبب إلى الله عز وجل، عمره على ما يزيد من 2200 سنة. لأن نقف في هذا المكان لنعيش لحظات بسيطة في زمن الفتية، في فتية أولياء الله عز وجل السبعة والثامن الكلب. أما قصتهم باختصار شديد، هم سبعة فتية والثامن الكلب، كما ذكر ذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عندما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال في آخر آية العدد، قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال سيد ابن عباس رضي الله عنه، أنا من أحق القليل الذي يعلمهم، هم سبعة والثامن الكلب. فأصحاب الكهف سبعة فتية صغار في السن، هربوا من مدينة عمان وسط المدينة خوفا على دينهم وحفاظا عليه، هجروا الدنيا بمتاعها وقصورها وحبورها وسرورها، ثم دخلوا إلى كهف موحش مقطوع النظر، بعيد عن متاع الدنيا، دخلوا ابتغاء لمرضات الله عز وجل، حافظوا على دينهم فحافظ الله عليهم، أواهم المبيت وهم في أضعف أحوالهم في حالة النوم في هذا المكان الذي ذكره الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا في هذا المكان وأخذهم النوم نوما عميق في هذا المكان، بدون أن يحتاجوا إلى طعام ولا شراب ولا غطاء ولا أي شيء، كل ذلك هو معجزة من الله عز وجل إكراما لهم، ثم سخر الكون بأكمله لخدمتهم، لخدمة هؤلاء الفتية، حتى يبين الله عز وجل مدى عزة المسلم عند الله عز وجل ومدى قدره، فسخر الكون بأكمله، ومن هذا التسخير تسخيره للشمس حتى تدخل هذا المكان بقدر. قال سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. نعم، هذه آية من آيات الله عز وجل، فالله عز وجل يلفت أنظار البشر الضعفاء البسطاء إلى نعمة هذا الكوكب العظيم الهائل الذي يكبر الأرض بعدة المرات، بعدة مئات المرات، ويبعد عنا ملايين كيلو المترات، فسخر الشمس وكأن لا شغل يشغلها إلا الكهف والفتية، مع أن هناك مئات الكهوف، هناك ملايين من البشر على هذه الأرض البسيطة، لكن سخر الله الشمس إلى الفتية لأن المؤمن عزيز على الله عز وجل. فكانت الشمس وما زالت لغاية هذه اللحظة تدخل عليهم من مكانين تماما، كما ذكر ذلك في القرآن الكريم، في فصل الشتاء والخريف والربيع من هذا الباب، وفي فصل الصيف كما ذكر الله عز وجل من هذه الطاقة وما زالت لغاية الآن. ثم ذكر الله عز وجل أنه كان معهم كلب يحرسهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد هي عتبة الباب، فالكلب ما دخل هذا المكان تصديقا لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلاب ولا تصاوير. تخيلوا أيها الأحبة هذا الموقف وهذا الحدث العظيم، نوم عميق في داخل الكهف وكلب في خارجه يحرسهم، والمولى عز وجل يرعاهم ويحفظهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى تبقى أجسادهم صحية غير معرضة للأمراض، فهذه من رحمة الله عز وجل بنا أيها المؤمنون. ثم بعد ذلك أعادهم الله مرة أخرى وأفاقوا من نومهم مرة أخرى، فبدأوا يتساءلوا فيما بينهم، قال قائل منهم، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، فهذا دليل أن أشكالهم لم تتغير، شعورهم لم يجرأ عليها أي تغيير ولا أظافرهم كما يقول البعض، فحالهم هو حالهم كما ناموا
وكما فاقوا من نومهم بقيت أشكالهم كما هم كما هي أشكالهم بقيت، فبدأوا يتساءلوا، ثم بعد ذلك أوصوا، ثم بعد ذلك أمروا بأن يخرج أحدهم إلى المدينة لشراء الطعام. عندما خرج إلى مدينة عمان وجد كل شيء متغير، البشر، الحجر، النقود، الحجر، كل شيء قد تغير. فعند ذلك قدم النقود وبدأ بالأهم شراء الطعام، فعرفت القصة لأن النقود قديمة جدا وأخذ إلى الملك، فالملك هذا كان يؤمن بالديانة المسيحية قبل التحريف. فلما تحقق من هذه القصة وعرف صدق قول هذا الفتى، أتى معه والحاشية وبقية البشر ليروا الفتية ويأخذهم إلى المدينة مرة أخرى، لأن الذي حصل معهم شيء عظيم، شيء يجب أن يكافأوا عليه. لكن عندما وصلوا إلى هذا المكان قال الفتى: انتظر أيها الملك حتى أخبر أصحابي حتى لا يتفاجأوا في الأمر. فدخل الفتى وأخبر أصحابه في القصة، ثم بعد ذلك طلبوا من الله عز وجل أن يميتهم حتى لا يصبح فتنة للناس، أماتهم الله. الملك ينتظر في خارج هذا المكان والفتية أموات في هذا الكهف، واستبطأ الخبر، ثم دخل إلى الكهف فوجدهم أموات. يصف الله عز وجل حالهم في القرآن الكريم في آية كريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حصل هناك نزاع كبير وخلاف شديد، كيف كانوا يأكلوا ومن أين أتوا وكيف كان طعامهم وشرابهم، ما هي حياتهم، كيف قضوا أوقاتهم. هذا حب الاستطلاع عند الإنسان، فاختلفوا فيما بينهم خلاف شديد كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم صدر أمر الملك ببناء مسجد، وهو أقدم مسجد في الأردن لغاية الآن، موجود فوق الكهف كما ذكر الله عز وجل. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، وعلى تفيد الفوقية المباشرة، فما زالت أطلال المسجد باقية لغاية الآن فوق الكهف. فهذا الحدث انتهى بعد أن أمر الملك ببناء مسجد فوق الكهف وحفر 7 قبور لهم حتى يدفنوا فيها، هذا القبر الأول والثاني الثالث في العرض والرابع في الوسط في الأرض بين القبرين، ثم على الجهة اليسرى 3 قبور. فهذه هي مقابر أصحاب الكهف، وهذه هي قصة باختصار شديد أيها الأحبة الكرام، لكي لا نطيل على حضراتكم. بقي أمر مهم وهو أمر نختم به موضوعنا في هذا اليوم المبارك، ألا وهي الأدلة التي تشير أنه هذا هو الكهف الذي ذكر في القرآن الكريم، كهف الأردن، كهف الرقيم بجوار عمان. فهذا هو المكان الذي رجحه العلماء، وهذا هو المكان الذي تنطبق عليه الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم. أذكر هذه الأدلة باختصار شديد حتى تبقى في أذهانكم وتعلموها إلى أصدقائكم وأقربائكم وأبنائكم. فالعبرة، كل العبرة في الحدث وليس في المكان، لكن يحب الإنسان ويفضل أن يعرف أين هو المكان. نقول وبسم الله وعلى بركة الله. الدليل الأول هي اسم المنطقة الرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهذه المنطقة اسمها منذ حدوث قصة أصحاب الكهف إلى هذا الوقت الحالي لم يتغير اسمها، ولا يوجد أي منطقة في العالم اسمها الرقيم سوى هذه المنطقة. وقد ذكرها كثير من الأئمة والمؤرخين، منهم الإمام الإصطخري يقول: الرقيم قرية تبعد عن عمان مسيرة فرسخ، أي من 6 إلى 7 كيلو، مغارتها على بابان، باب كبير وباب صغير في داخل الكهف. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: الرقيم في أعالي البلقاء، هذه أعالي البلقاء قرب مدينة الزرقاء، محافظة الزرقاء، فهذه منطقة الرقيم. أما الدليل الثاني، عدد قبور 7 على عدد أصحاب الكهف كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. والدليل الثالث، المسجد الذي ذكر في القرآن الكريم وهو موجود فوق الكهف لغاية الآن. والدليل الرابع وهو الأهم، دخول الشمس وغروبها تنطبق على هذه الآية في القرآن الكريم، ويجب أن يكون اتجاه الباب إلى الجنوب الغربي 20 درجة حتى تتحقق هذه الآية، وهنا تماما كما هو الاتجاه المحدد يتجه إلى الجنوب الغرب 20 درجة، وهو مكان صالح إلى السكنة، وأيضا مهيأ كل التهيئ وكل الأسباب
وكل الأدلة تشير أنه هذا هو الكهف الذي ذكر في القرآن الكريم. أسأل الله لي ولكم القبول. ولا أنسى أن أذكركم بفضل سورة قراءة سورة الكهف كما ذكر ذلك حبيبي وسيدي وقائدي محمد صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة الكهف في أحاديث كثيرة أنار الله له من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها، وفي رواية أخرى من تحت قدمه إلى عنان السماء، ورواية أخرى من مجلسه إلى مكة، أو كما قال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم ولها أثار كريمة، منها الحماية من المسيح الدجال. من حفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف وقاه الله عز وجل أو حماه من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.